هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 كتير 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 كتير. النهارده عندنا عزومه جامده جدا، وعندنا دودو ضيفتنا. ضيفتنا النهارده الجديدة زي ما عودتكم دايما ان في جديد ومختلف مع ايمي. ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو ودعمكم والانتساب عليه كل جديد وجديد ومختلف مع ايمي. احبكم كتير. النهارده اليوم كله بقى، معلش اعذرونا، هتلاقي من هنا على هنا وعلى لخبطه على شويه حاجات. النهارده انا مش باينه، صح؟ لا باينه. انا بقى النهارده بقى اليوم اصلا او الاكله بتاعتنا النهارده الدنيا وقعت اهي واتقلبت اسماك النهارده، فبنعمله بقى رز الصياديه بتاع الاسكندرانيه من ايد دودو بقى. بتعلم شويه حاجات كده في المطبخ ابتدائيه شويه، صح؟ تنسوش بصمتكم الحلوة وشير معانا للفيديو ودعمكم الجميل بالملصقات العجيبة والسوبر شات. يلا نشرب بقى البصلة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. متحرموناش من دعوتكم او وجودكم معانا في الانتساب، تنوروني طبعا وتشرفوني بكل جديد ومختلف معايا ومع ضيوفنا كلهم اللي كانوا بيظهروا معايا، ولسه في جديد وحاجات جديدة ومختلفة ان شاء الله الايام اللي جاية مع بعضينا بحبكم كتير. وبشرنا اهو مع بعض البصل، وعينيا باظت خالص. وهنعمل النهارده احلى رز صياديه مع بعض، مستنيني بقى. وانتظرونا بالجديد والمختلف مع ايمي ومع احلى ضيوف ضيوفنا الحلوين بوجودكم معايا. ما تنسوش بصمتكم الحلوه وشير معانا للفيديو. لسه بقى نعمله مع بعض النهارده تنجنة وحاجات كتير مع بعضينا، انتظروني. والسلطات مع بعض جدعه. تعالوا بقى نشوفوا تنجنة. قلت لكم طبعا ضيوفنا كتير معانا النهارده، ووجودكم طبعا الاحلى والمتميز مع ايمي. ما تنسوش بصمتكم الحلوه وشير معانا للفيديو ودعمكم الجميل ووجودكم معانا كل انتساب عليه كل جديد ومختلف. نعين بقى طبعا الخضره بتاعتنا، اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه طبعا الخضره، عشان نعملوا احلى طبق سلطه مع بعضينا. طبعا الباذنجان المقلي بقى برده الاسكندراني الجميل، مملحينه طحينه طبعا الاول في شويه ملح، بعد كده هنقلوه مع بعض. عندنا فاكهه بقى النهارده كتير، والعزومه جامده جدا بضيوفنا واحلى ضيوف منورينا ومنورين ايمي وجودكم الاحلى والافضل معانا. ما تنسوش بصمتكم الحلوه وتعالوا نكمل مع بعض. البتنجان بتاعنا الجميل، طبق بتنجاننا الاحلى بوجودكم طبعا معانا ومع دودو حبيبه قلبي. علينا طبعا اول طبق، ولسه بقى طبق البتنجان. طبق البتنجان بتاعنا الاحلى حاجه بتبقى على السفره طبعا جنب الرز الصياديه والاسماك. تعالوا بقى نشوف البتنجان عشان اتاخرنا عليه، هنقلبه تقريبا كده اهو. اللون البامبي بقى عشان ايه؟ كله بيحبه لونه فاتح كده عشان يبقى باين كده. مش على الدوشه والزحمه دي كل شويه عيد تاني وتالت ورابع، عشان احنا في بيت العيله الجميل. كل سنه وانتم طيبين بوجودكم معانا دايما الاحلى والاحسن، وعندنا مناسبه حلوه النهارده وهي لمه العيله الجميله مع احلى ضيوف. هنشوفوا بقية طبق المسقعة بتاعنا.
خلصنا البتنجان والبطاطس دي مسقعه بقى الاسكندراني المعروفه بتاعتنا. نقلوا بقى الفلفل الحامي المشطشط بتاعنا اهو. تعالوا شوف هيفرقع في وشنا. ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو. النهارده زي ما قلت لكم كله زحمه زحمه. عندكم شايفين اكلنا واقفين في الاتوبيس انزحي شويه. بقى الفلفل بتاعنا خلي بالك زي ما انتم شايفين كده. خلي بالك يا ايمي الفلفل بيفرقع. بقى نشوفوا طبق السلطه بتاعنا الجميل عشان نكملوا اكلتنا الحلوه مع بعضينا. حطينا ليمون وخل وبقى حبه الليمون. ايه بهاراتنا الحلوه بتاعنا طبعا طماطم وجزر وبنجر كله بشرناه. نوريني طبعا. ما تنسوش بصمتكم الحلوه معانا وشير معانا للفيديو. دعمكم الجميل. واللي لسه ما اشتركش معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد وجديد. خليكم معايا. وادي طبق المسقعه بتاعنا الجميل. فلفل وبطاطس وبتنجان. فلفل طبعا نار جدا. طبعا زي ما قلنا السلطه بتاعتنا. انتظرونا في يومنا الجميل الحلو. تعالي تعالي خدي يومنا الجميل مع ضيوفنا الحلوين. وما تنسوش وجودكم دايما معانا واستنونا في لايف جميل ان شاء الله وشير معانا للفيديو. قريب نعمله لايف مع بعض. واللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. واللي لسه ما انتسبش معانا وجوده طبعا ينورنا ويهمنا مع ايمي. تعالوا بقى نورونا في احلى سفره كده على القد. السمك بتاعنا الاسكندراني الشوي والقلي احنا بنحبه بالصلصه. والمسقعه طبعا بتاعتنا وسلطاتنا الحلوه. تنسوش بصمتكم الحلوة معانا وشير معانا للفيديو. ودعوتكم الجميلة في الانتساب. تنورونا. احبكم كتير.